الواضح بأن هذا الأمر لا يضر بالعراق فقط بل يضر بمصالح الولايات المتحدة الأمريكية. مطالبات الكونغرس كانت كبيرة منذ أغسطس الماضي، منتصف أغسطس الماضي، دفعت الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يرسل وفدا من الخارجية الأمريكية، من وزارة الدفاع إلى بغداد إلى أربيل، من أجل حل مسألة الطاقة، تطوير مسألة الطاقة، الشركات الأمريكية أن تعود وتعمل، تقريب وجهات النظر الموجودة طبعا بين العراق وأقليم كردستان في هذا الصدد، في هذا الاستثمار. لكن الآن نحن لسنا فقط أمام تقدم تركي كما نتحدث على أقليم كردستان، أصبحنا أمام تقدم بحسب هذه التقارير الصادرة من شبكة روداو بأن أيضا إيران الآن اقتحمت على المستوى البري، ويبدو بأننا أمام منطقة آمنة وبفر زون ستخلقها إيران في هذه المنطقة لتشكل الهجمات التي تبحث عنها. سيدي الكريم، ما تعتقد أن هذا يفتح فرصة للعراق بما أن المصالح الأمريكية تبدو متضررة أن يذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أن يفتح بابا أوسع في هذه المسألة، وأن يزيد الشراكة في مسألة مواجهة هذه التحديات القادمة من إيران ومن تركيا؟ ألا تعتقد أنها قد تكون فرصة أيضا؟ قطعا عزيزي، وهذه الميزة في من يحسن التعامل مع هذه الضغوطات ويحولها إلى فرص. الفرصة المتاحة الآن أن البافر زون، هذه المناطق العازلة، لا يمكن أن تقام دون توافق إقليمي، وخاصة عندما يكون مرتبط بدول كبرى في حجم الولايات المتحدة وحلف الأطلسي بموضوع تركيا، وإيران أيضا في موضوع المواجهة الآن بين روسيا والناتو. لا يمكن أن تقام هذه البافر زون، هذه المنطقة العازلة العسكرية، دون غطاء جوي. وعندما تقول غطاء جوي يعني طائرات تركية، هي عضو أيضا في الناتو، هي قوة ضاربة أطلسية. وعندما تقول طائرات إيرانية عزيزي وليس فقط درون، وجدنا هذا الاشتباك الذي يحصل الآن في سماء أوكرانيا، وجدنا العبث الذي تثيره هذه الدرونات في كل المحيط القومي العربي. لاحظ أن مؤخرا عندما تصل الأمور عند الحوثي لدرجة إمهال الأجانب، الشركات الأجنبية في الإمارات والسعودية للمغادرة، بتعبير بأن هذه الاعتداءات في الدرون ستستمر وتستهدف. لاحظ التوقيت، في الوقت الذي تعلن الآن أوبك التخفيض مليوني برميل يوميا، الذي اعتبره الرئيس بايدن والبيت الأبيض وضح ذلك أنه قرار مخيب للآمال، وأنه وصف أيضا بأنه عدائي. فهذا التوتر يا عزيزي، هذا الصدام لا محالة واقع. هل هي فرصة؟ أعتقد قد لا تتكرر أمام الحكومة العراقية والحكومة السورية أيضا، لأنه لا شيء، والحكومة في إقليم كردستان. هذه فرصة ذهبية إذا استطاعت أن تجد الغطاء والدعم العربي كما بشروا في ذلك في قمة جدة في دعم هذه القضية، وطرح أن إيران وتركيا تبتز الطاقة العالمية والأمن القومي والإقليمي، حينها فقط يمكن أن تصل إلى تفاهمات مع الروس ومع الأمريكيين، وهما في المقام الأول الذين يتمكنا بشكل أو بآخر من احتواء أو ضغط مناسب عسكري أو دبلوماسي على الجانب التركي والإيراني.